بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله انا هتكلم فيها عن مشكلة الار بي ام، دواسة الوقود، البوابة الثيروت البادي، وحساسة تي بي اس. السبب في كده الحلقة اللي فاتت حضرتك ممكن تشوفها فوق، جات كومنتات كتير وكانت حاجة حزينة. ناس كتير جدا غيرت او بدلت، يقول لي غيرت ترمبة البنزين، الرشاشات، البوشيهات، يعني لازم يكون غير حاجة، وفي الآخر نفس العيب. وهو بالوصف طبعا غالبا هتكون مشكلة في حساس التي بي اس، ثيروت البوزيشن سنسور. الحساس ده المسؤول عن قراية فتحة البوابة ويبلغها للكمبيوتر. أنا بتكلم على البوابات اللي هي من النوع ده، النوع اللي بيشتغل بالسلك. البوابات الكهرباء اللي هي ثيروت الباي واير اللي هي الكهرباء دي، يبقى ليها حلقة تانية. الحلقة دي إن شاء الله هنفهم إزاي نفحص الحساس ده، نفهم شغال سليم ولا لأ. هنعمل عيب تمثيلي يعني افتراضي، هنفك الفيشة بتاعته ونشوف شكل العيب بيبقى شكله عامل إزاي. ما نضيعش الوقت وندخل على طول نشوف الحساس ومكانه فين في البوابة وإزاي بيشتغل وإزاي نقيسه. نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين ادي دواسة البنزين او الوقود اهي، اصلا ازاي كده شايفين كده العتلة. ده كده بيسحب الكابل. نبص بقى جوه المحرك. ادي الكابل ماشي اهو، مربوط هنا بمسمارين كده، ماشي اهو كده كده اهو كده كده لغايه ما وصل لهنا. بص على الدواسه بتاعت البنزين، مجازا دواسه البنزين. انت ما بتدوس على البنزين، مفيش اي وصله بين الدواسه وترمبه البنزين نهائي. الفكره انت بتفتح بس البوابه، لما بتدوس كده البوابه بتتفتح. لما بتدوس العمود او الاكس ده بيحرك هنا، دي اللي هو التي بي اس، اللي هو بيحس بزاويه فتح البوابه. يعني كده انا فاتح مثلا 30، ده بيقرا 30 بيوصلها للكمبيوتر. طيب دي جواها ايه؟ جواها زي ما احنا شايفين في الصوره كده مقاومه متغيره. الفولت بيجي من الكمبيوتر بتاع الصيغة 5 فولت بيدخل هنا، اللي في النص ده جراوند او شاسيه او ارضي او سالب او بارد. اللي تحت خالص ده اللي هو بيقرا المقاومه بقى، يعني بتدخل مقاومه هنا 5 فولت تطلع كام، هو هنا بقى الكام دي على حسب زاويه الفتح. اللي احنا هنعمله زي ما احنا شايفين دايما بتبقى مترقمه 1 2 3. اللي احنا هنعمله هناخد دبوس زي ده كده، شايفين في هتحط فين؟ هنا اهو، اعتقد باين قوي كده اهو هنا. هنقيس في كل قطب من دول الايه، الجزء اللي احنا عايزينه. تمام، هي البلاج او الفيشه دي بتبقى عامله كده 3 اطراف، وجوه زي ما احنا شايفين كده 3 اطراف. هنشوف بقى القياسات شكلها ايه. طبعا هتتحط دي كده جوه اهي قفل، وهنوصل الدبوس بتاعنا على كل واحده من دي، والطرف الثاني للافوميتر بتاعنا بالطرف السالب او البارد. هنجيب الافوميتر على 20 فولت مستمر وهنشوف هنعمل ايه. الحاجه الثانيه يكون المحرك، مش المحرك شغال قصدي، يكون الاجنيشن اون، الكونتاكت شغال، يعني المحرك واقف بس الكونتاكت مفتوح. هنشوف مع بعض القياسات. هنحط الدبوس في اول كده وهنبدا نقيس. ادانا كام؟ 5 فولت زي ما احنا شايفين كده، يبقى ده اللي جاي من الكمبيوتر. طيب هنشوف الطرف اللي في النص، طبعا كده واضح
كده ده هيبقى الطرف الارضي، فهيبقى اديني ايه زي ما احنا شايفين صفر. عشان نتاكد ان الارضي او الشاسيه واصل بالكمبيوتر صح هنجيبه على البازر او اللي هي العلامه دي، المفروض يديني صفر. شايفين كده؟ يبقى الشاسيه او السالب واصل بالكمبيوتر تمام. طيب هاخد بعد كده تالت واحده اهي، دي بقى اللي هي جايه من المقاومه، المقاومه بتاعت ده بتاعت التي بي اس ده كده. هنرجع ده تاني ل 20 فولت كده وهنقيس كده الكهرباء اللي واصله للكمبيوتر بتاع السياره واصله 3.1 من الفولت. بص بقى كل ما هدوس انا بايدي الدواسه الفولت يبدا يزيد، شايفين كده بقت 1 فولت 1.3 1.4 و5 و6 و7 شايفين بقت 2 فولت كل ما ادوس. شايفين يا جماعه اهو كده كده اهو كده كده 3 فولت 4 4.2 كده الفول كده الكمبيوتر داخل له 4 فولت. يفهم بقى كده ايه؟ ان انا فاتح البوابه على اخر فتحه ليها، وبالتالي يزود كميه البنزين والكلام ده كله. ادي طريقه القياس. لو انا بقى عندي ابدا ادوس ببطء كده، شايفين القياس ماشي واحده واحده صح. لو جه في نقطه، لو جه في نقطه وجاي نازل لثلاثه من عشره، يعني نزل بقى كده، يعني كان مثلا 2، انا هزود الفتح شويه المفروض يبقى 3، يبقى كده مثلا. لا جالي في نقطه بقى 3.1، يبقى في الحاله دي يبقى انا فهمت ان هنا في قطع في المقاومه. فهمتوا الكشف ازاي؟ هي دي الفكره بتاعت القياس. دلوقتي احنا رجعنا كل التوصيلات تاني، كل الفيش مكانها. هنجرب بقى دلوقتي الوضع التمثيلي للعطل. انا هفصل التي بي اس نهائي عن البوابه اهو كده اهو، اديني فصلته وهشغل المحرك واشوف رد الفعل ايه. كده السياره المفروض شغاله على الايدل، بل الايدل هو اللي مشغلها. احنا دلوقتي شغالين على السلولي او السلانسيه. انا هشوف دلوقتي لما ادوس البوابه كاني بدوس بنزين، هشوف هل بقى المحرك هيتجاوب ولا يقف خالص. هنشوف كده مع بعض. طيب ازاي كده انا بدوس اهو؟ طبعا سامعين الصوت. طب ازاي المحرك بيتجاوب وما ان انا فاصل التي بي اس، واحنا قلنا ما فيش وصل ما بين هنا وترمبه البنزين نهائي او الرشاشات؟ هنشوف نهايه الحلقه ايه السبب في كده. طيب هنشوف بقى الاعطال اللي جوه وهنشوف شكل هيئه الكمبيوتر ايه. نشوف مع بعض. شايفين اعطتني شيك انجن، اعطاني طبعا كود. انا دلوقتي طبعا معيش كاميرتين، انا هدوس بنزين وهقول لكم انا دلوقتي دوست. انا هدوس بقى، هفضل ادوس كده ما بيزيدش على 3000 لف، انا دايس كده على الاخر اهو. دلوقتي شغلنا الكمبيوتر الاعطال، هنشوف طبعا اعطاني عطل. هقول له كده، هنشوف هنقرا الكود او العطل اهو. سويت البادي بوزيشن سويتش سيركت هاي، ونشوف اهو اللايف داتا كده هنشوفها كومبليت. شايفين هنا الشورت ترمي كام؟ ماينس 25. طبعا ده اقصى شيء ممكن يعمله الكمبيوتر، بيحاول يقلل بنزين. البنزين زياده جدا هنا، بيحاول يقلله، يعني دي كده معناها قرايه بنزين زياده. طيب انا هدخل كده على الماب اللي هو المانيفول الار بي ام عادي طبعا بعض الشيء. هنشوف بقى حساس التي بي اس في القرايه كام؟ 6.3 من عشرة. طبعا ده المفروض تبقى البوابه دي مقفوله تماما زيرو،
اللي مشغل المحرك بل في الايدل دي لازم تبقى صفر. دي هي غلط تماما. طيب ادي كده العطل. طيب هنشوف بقى حاجه تانية كده، نشوف حساس الاكسجين بقى وضعه ايه. شايفين شغال فين؟ 870 ل 865 من فولت، عالي جدا. ده المفروض بينزل من 8 من 10 ل 1 من 10، يعني كل اللي احنا شايفينه ده عالي، عالي جدا. استهلاك مفرط في البنزين ده كده بالوضع اللي احنا شايفينه ده. زي ما احنا شفنا ده الموضوع كله بالنسبة لموضوع المحرك شغال والدواسة نوعا ما المحرك بيتجاوب معاها وبيعلى وبينزل حتى لو انا شايل فيشة التي بي اس. انا هخلي ده سؤال حلقة لان انا عايز اشوف بصراحة المتابعين بتوعي بعد تقريبا دلوقتي تقريبا 3 سنين القناة، فعايز اشوف المستوى، هل الناس يعني فهمت الموضوع شغال ازاي ولا لا. الكومنت هيقول الاجابة، هقول صح او خطأ. الحلقة الجاية ان شاء الله هكمل بقية الفيلم واقول ايه السبب ان المحرك لازال شغال وبيتجاوب نوعا ما. بس ونشوفكم في حلقة جاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.